مرحبا، معكم نسيم نمر، متطوعة في جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، مثقفة حمل وولادة وأخصائية رضاعة. موضوعنا هو الرضاعة الطبيعية للأم المرضع في شهر رمضان المبارك. عزيزتي الأم، إذا كان طفلك أقل من عمر 6 أشهر يفضل الرجوع واستشارة استشارية الرضاعة الطبيعية أو مرشدة الرضاعة الطبيعية لتقييم حالة الطفل في حال الصيام، لأن هناك في بعض العوامل قد تؤثر على قرارك في الصيام، منها عمر الطفل عند الولادة إذا كان أقل من 39 أسبوع، إذا كان الطفل يعتبر من أطفال الخدج، أو إذا كان عندك عامل إدرار الحليب ووزن الطفل خلال هاي الفترة لم يكن بالإيجابية اللي تساعدك على زيادة وزن الطفل. فهي العوامل ممكن تأثر على قرارك في الصيام، يرجى الرجوع للمختصين قبل عملية البدء بالصيام.